مساء الخير، أنا اسمي علاء إدريس، أنا أستاذ إدارة التكنولوجيا بجامعة النيل الأهلية. أول حاجة بشكر طبعا سايدر دوت نت بالعربية على الدعوة الكريمة للمشاركة في الويبينار الخاص بالبحث العلمي ما بين الأدراج الأكاديمية وما بين الفائدة المجتمعية والاقتصادية. والحقيقة هو موضوع هام جدا جدا، ومن مواضيع الاهتمام اللي أنا كنت مركز فيها جدا في فترة 15 سنة اللي فاتوا. هنحاول نتناول ده من وجهة نظر الدورة الكاملة للابتكار، وبالتالي هنشوف الحلقات المختلفة زي بداية من الاستكشاف إلى البحث إلى التطوير التجريب ثم التسويق، ونشوف فين النقاط اللي فيها عندنا صعوبات، وبالتالي هذه الدورة لا تكتمل. يمكن الاستكشاف والبحث هي من المراحل اللي تم التطور فيها بشكل كبير، أرقامنا جيدة على المستوى الوطني والدعم كمان جيد ليها، إنما مراحل التطوير والتجريب والتسويق هي يمكن اللي بيكون فيها بعض المشاكل. هنشوف إزاي من وجهة نظر العامل البشري والعامل التشريعي والتمويلي ماذا ينقصنا كي تكتمل هذه الدورة، ويصبح للمنتج البحثي تأثير على الاقتصاد القومي كنسبة من الناتج القومي المحلي المبني على خدمات ومنتجات تم تطويرها محليا بناء على مخرج بحثي. إن شاء الله نتناول ده ونرد على أسئلة حضراتكم، ونراكم على خير.